السلام عليكم خوتي خواتي سي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. حقيقه وقع لي واحد الحدث اللي هو طريف قبل ما نبدا الفيديو ديالي. تمنيت حقيقه انكم كنتو تشوفوه، ولكن غادي ان شاء الله غادي ندير واحد الحلقه اللي هي نصور فيها الكواليس ديال التصوير. كيفاش كنصور الى ذلك، لان بعض المرات كتوصل حتى الفيديو كيكون قريب يكمل، وبالتالي يعني كنعاود من الاول. اذا ان شاء الله غادي نعيشكم شي نهار معايا هاد الكواليس ديال التصوير احد الحلقات. اذا اخوتي كنتمنى على انكم تهبطوا لهنا، تبركوا على زر سابوني، ثم تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي انا كنحطوا على القناه. طبعا هاد الحلقه خصها باش نهضر فيها على واحد الموضوع اللي هو موضوع في غايه الاهميه، الا وهو الوقت اللي بقى لكم باش دوزوا الباكالوريا ديالكم. اذا خوتي كما كتعرفوا على ان هذا شهر 3، او في الاخر شهر 3 كاينه عطله حتى ال 14 في شهر 4، وغتقراو 15 يوم، وطبعا غادي يدخل شهر رمضان اللي في شهر 5، ومن بعد مباشره غادي يسالي رمضان ان شاء الله، غادي تكونوا مقبلين على الامتحان الوطني اللي في شهر 6. اذا خوتي فقط بغيت نقول لكم على ان الوقت ما غاديش يكفي طبعا الناس اللي غادي يالله ناويه انها تبريباري البكالوريا ديالها. اما بالنسبه للناس اللي باديه كتشتغل والشغلات على يعني على الاقل دابا واحد جوج المواد الى غير ذلك، يعني جوج شعاب او لا حيداتهم علي حيداتهم، فبالتالي فبالتالي غادي تكون يعني هذا مشكل، هذا مشكل كيوقع لنا وكيوقع ليا ملي كنكون كنصور يعني الحلقات. انتم كتعيشوا، انتم عشتوا معايا هذه اللحظه هذه وهذه اللقطه هذه. اذا خوتي اشتغلوا على الامتحانات ديالكم، اشتغلوا الامتحانات اللي هي ديجا دازت، اشتغلوا يعني بشكل جماعي، ما تحاولوش تشتغلوا بشكل فرادى كما قلت لكم، لان بشكل جماعي الا كنت كتخدم بشكل جماعي فالمسائل يعني كترسخ في الذهن ديالك وكتبقى. اما الا خدمتي يعني بشكل فرادى فكون اكيد على داكشي كله، يعني كتحفظوا وتعاود تحفظوا الى غير ذلك، ملي كتمشي كترجع دوز غير واحد يومين ولا ثلاث ايام وترجع ليهم، فكتلقى راسك على انك بحال اللي ما عمرك حفظتي او لا يعني كتكون نسيتي. علاش؟ لانك هذاك الشيء ما ترسخش في الذهن ديالك. اذا الطريقه باش كيترسخ هو بالمناقشه، غادي نعطيكم واحد التجربه. هو شي تلامذ العام فايت كانوا كيديروا مراجعه، وقدروا كانوا كيديروا مراجعه في ماده واحده، طبعا العربيه، نعطيكم نموذج مثلا ديال العربيه، كانوا كيديروا المراجعه ديال ماده العربيه، وشنو كانوا كيديروا هادو احرار، وكانوا كيستافدوا مع التلاميذ اللي هما متمدرسين في المواد الاخرى. كيف يعني؟ مثلا كيدير هو مراجعه في ماده اخرى وكان كيشد منهم الدروس في المواد الاخرى. اذا مثلا هذه طريقه بامكانكم انكم تشتغلوا بها، وتشتغلوا بشكل جماعي، تشتغلوا يعني بشكل جماعي. مساله اخرى هو تنظيم ديال الوقت. الاخوان، التنظيم ديال الوقت، انا كنقترح عليكم على انكم ديروا مثلا تخصصوا جوج المواد مثلا في 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 في, في السيمانه. هادشي علاش؟ لانكم كتكون يعني باش ما تملش ماده واحده، تتملها. وثاني ومساله اخرى هو انك يعني ما تبقاش تنقز من الماده 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 في الاخر ما كتلقى راسك انك شديتي حتى حاجه. مثلا نعطيكم نموذج، مثلا هذا الاسبوع غادي ديروا على تخصصوا باش تخصصوا مثلا الاجتماعيات والفلسفه فقط، يعني هذه السيمانه كلها غتناقش فيها غير الاجتماعيات والفلسفه، الاجتماعيات والفلسفه. كاين فيكم عدد ديال التلاميذ اللي انا كنعرفوا طبعا شنو كيدير، هو كيحط المواد قدامه بزاف وعدد ديال المواد كيبقى ينقز. ها هو الاجتماعيات، ها هو واحد الاجتماعيات، ها هو التربيه الاسلاميه، واز التربيه الاسلاميه، واز الماط، ها واحد الماط واز، وفي بالتالي يعني ما كيلقى راسو انه شد حتى حاجه في داك الشيء اللي هو ناوي انه يراجع. اذا هادشي كله نظموا الوقت ديالكم، وشوفوا ما تقولوليش وما نقبلش ان الناس اللي كمتبعاني على انها تجيب البكالوريا ب 10. اخوان راه ساهل البكالوريا باش تجيبوا النقطه
باش تجيبوا يعني بنقطه اللي هي طالع. لان علاش اخوان الا بغيتوا انكم تمشيو مزيان في حياتكم هو انكم يعني تجيبوا نقطه مزيانه في البكالوريا. وطبعا اللي غتخول لكم انكم يعني باش ديروا مدارس وباش تدفعوا لكونكور اللي هي كتطلب بنقط عاليه وطالعه. طبعا وهذا كله ما كيجي الا بالعمل المتواصل والاشتغال والكد والجوع، يعني الجهد ديال كله كتفرغوا في داك البكالوريا. لان كما قلت لكم البكالوريا هو واحد المفتاح او واحد الباب اللي كيدخلك يعني واحد المجموعه من الابواب الاخرى. شحال فيكم من واحد اللي مشى خدا يعني التاسعة او لا خدا يعني النيفو باك ومشى الشغل ودار ديبلوم ومشى الشغل غير ذلك وتقاتل، ولكن في الخلق على اساس ان الباك هو حاجة اللي مهمة جدا ورجع باش يدير البكالوريا ديالو. ومن هذه يعني هذه الحلقة فكنقول لكم برافو عليكم لانكم عرفتوا يعني الباب ديال الحياة وهو يعني هذا المفتاح اللي هو البكالوريا، ورجعتوا باش تقراوا البكالوريا ديالكم. خوتي انا معاكم ان شاء الله، مرحبا باي سؤال، فقط يعني غير الاسئله كتكون كثيره بزاف، بالتالي كنحاول نجاوب يعني على سؤال بسؤال، وانا معاكم ان شاء الله حتى تاخذوا البكالوريا ديالكم. طبعا في الماده اللي نقدر نساعدكم انا فيه هو الماده ديالي اللي هي اللغه العربيه. مرحبا بكم جميعا، واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.